بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. هو الفيديو ده طويل شوية، لكن أنا عايز أتكلم النهاردة عن موضوع البنك وكل ما يتعلق به وصولا إلى الأبليكيشن. بداية، في ناس كتير من الأطباء وبعض الجهات الرسمية كانت بتسألنا، يعني أنتوا إيه مالكم ومال البنك؟ يعني إيه دخل النقابة في البنك؟ إيه علاقة النقابة بالمستلزمات والحاجات اللي زي كده؟ هل في نقابة مهندسين مثلا بتتدخل بنفسها في أزمة حديد التسليح ولا أزمة الأسمنت؟ هل نقابة الأطباء ولا الصيادلة تدخلوا في أزمة المحاليل اللي حصلت، أو أزمة الخيوط الجراحية اللي حصلت دلوقتي، أو نقص أدوية؟ كل ما بقى عليهم إنهم بيخاطبوا الجهات الرسمية أو الغرفة التجارية، لكن بيناشدوا بيخاطبوا وذاتس إت، مفيش أكتر من كده. لكن إحنا بالنسبة لنا شايفين معاناة الناس، بالذات إن البنج ده روح العيادة، فبالتالي احنا حسينا انها مسؤوليه علينا، والناس كانت بتطالبنا تشوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل، رغم انه مش دورنا، لكن كان لازم ناخد خطوه ايجابيه في هذا الموضوع. الموضوع بالنسبه لنا سخيف جدا ومقرف جدا ومتعب جدا، وكم الشكاوي كتير جدا، ويعني مرهق جدا لينا وللنقابات الفرعيه اللي بتعاني من موضوع البنات والحاجات اللي زي كده. مش عارفين نرضي كل الناس، لكن احنا بنعمل اللي نقدر عليه. طيب، قبل ما اتكلم بقى على الابلكيشن والجزء ده، خلينا نرجع لسبب الازمه تاني عشان اللي ما سمعش الكلام ده قبل كده. سبب الازمه الموجوده ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه نقص في الانتاج، مفيش انتاج كافي من المصنعين كانوا، او لما بتحصل اعطال في احد المصانع او في احد خطوط الانتاج. السبب الثاني نقص استيراد، حاليا بسبب أزمة الدولار، لكن كان قبل كده الشركات بترفض تصدر لمصر أو يسجلوا بنج جديد، أو مثلا شركة زي الفرنساوي ما بترضاش تصدر أكتر من 5-7 آلاف علبة في المرة الواحدة، مش كميات كبيرة، نتيجة سياسة التسعير، لأن البنج بيخضع لقانون 70 صيدلة، فبالتالي بيخضع للتسعير الجبري. التسعير بره من المصانع، أنا تواصلت مع مصانع كتير، المصانع بره بتصدر من ارضها ب 18 دولار الى 25 دولار، فيجي يقول لك انا ليه اصدر لك هنا وانزل في السعر كتير علشان ابيع بالسعر اللي هو الجبري. فدي كانت احد المشاكل الثانيه. المشكله الثالثه او السبب الثالث للازمه هو سوء التوزيع، ان بيوصل لتجار، تجار بتاخده وبيبدا يخزن ويبدا يبيع بسعر عالي وهكذا. الجزء اللي احنا نقدر نشتغل عليه كان هو موضوع التوزيع عشان نظبط هذا الامر. لكن بالنسبه للإنتاج، مفروض إن الشركة الحكومية، شركة اسكندرية، إنتاجها تضاعف 4 مرات. الشركة الثانية بتسجل أنواع جديدة وبدأ إنتاجها ينتظم إلى حد ما. الاستيراد قعدنا معاهم وكلمنا في هذا الأمر، وقالوا طب خلاص إحنا ممكن نحرك الأسعار بحيث إحنا نقنع شركات تانية إنها تدخل، وبالفعل في شركة هتدخل قريب جدا، هتكلم عليها في الآخر دلوقتي على الموضوع ده. بالنسبة للتوزيع، لما قعدنا مع الجهات كلها، طبعا كل جهة بنتكلم معاها لوحدها، كل جهة شايفة من منظورها الخاص، حتى هيئة الدواء أو غيره أو هيئة الشراء شايفين فقط الاستهلاك الحكومي. إحنا ادينا لهم الدراسات اللي إحنا عاملينها وحجم استهلاك السوق قد إيه، في الوجه البحري بيحتسب قد إيه، القاهرة والجيزة قد إيه، الوجه القبلي قد إيه، فقلنا الاستهلاك الفعلي الموجود محتاجاته للعيادات الخاصة. فبدأت الشكل يتضح أكتر، وورنا لهم الأزمة عاملة إزاي، ورنا لهم الشكاوي اللي بتيجي من الأطباء عاملة إزاي، وتم عقد اجتماع كان برعاية معالي وزير الصحة، وحضروا رئيس هيئة الدواء، وحضر رئيس هيئة الشراء الموحد، وقالوا إن إحنا لازم نحط خطة عاجلة علشان نحل هذا الأمر بمساعدة النقابة. عقدنا، كان قرار إن اللي يتولى التوزيع فقط يتم وقف البيع تماما للتجار عن طريق المستوردين أو عن طريق الشركات الموزعين، وفقط هيئة الشراء الموحد تتولى توزيع البنك في هذه الفترة الحرجة لغاية ما تتفك الأزمة. فعقدنا اجتماع في هيئة الشراء الموحد، وكان قرار إن التوزيع فقط سيتم عن طريق هيئة الشراء الموحد، عن طريق صيدليات الشركة المصرية التابعة ليها، وإن الطبيب يروح بنفسه مع الكارنيه بتاعه وترخيص العيادة. وهنا أنا اعترضت، قلت أول حاجة إحنا بنبهدل الدكاترة وإنهم بيروحوا بنفسهم للصيدليات وقفوا في طوابير وكده، فأنا معترض على هذا الأمر، بالذات إن الصيدليات بعضها زي صيدليات الإسعاف وكده بيبقى فيها مرضى كتير، ففي بهدلة وتوابير، ودي حاجة إحنا نرفضها للدكاترة. النقطة الثانية موضوع التراخيص، مش كل العيادات مرخصة، في صعوبة في التراخيص، فإحنا نكتفي برقم تسجيل النقابة فقط. فقالوا طب أنت بتقترح إيه؟ قلت أقترح إنه يتم تنظيم هذا الأمر عن طريق النقابات الفرعية،
ان عشان نمنع السوق السوداء، لان السوق السوداء بهذا الشكل برضه هتفضل مستمره. ازاي بتفضل مستمره؟ وديت لهم امثله واثباتات بسكرين شوتس. ممكن حد يروح لصيدليه من الصيدليات بالكارنيه بتاعه حتى لو مع الترخيص ويستلم علبتين بنج هذا الاسبوع. الاسبوع اللي بعده ما راحش، هيحصل ايه؟ ممكن موظف من الصيدليه بيصوروا الكارنيهات، معاهم صور الكارنيهات، يستخدمها تاني على ان هو جه، وتطلع البنج يطلع لاي حد تاني، يبدا يطلع للتجار. فدي مرفوضه لان ما فيهاش اي نوع من انواع الكنترول. فالحل ان احنا نعمل عن طريق النقابات الفرعيه، هم اللي عارفين دكاتره هناك، برقم تسجيل العياده فقط. قلت لهم الدكتور مش هيروح للنقابه الفرعيه، ممكن يبعت اي حد للنقابه الفرعيه، ودي باكد عليها تاني لان الناس بتقول لك احنا بنروح النقابه وبنروح الصيدليه، الكلام ده غير صحيح. ممكن يبعت اي حد للنقابه الفرعيه يستلم البنات، وما يستلمش بنات اسبوع واحد بس، يستلم للشهر كله، يعني يستلم اربع بنات كل واحد بعلبتين بينك، وبرقم تسجيل العياده فقط. وما يحتاجش انه يروح الصيدليه، ممكن يبعت اي حد بالبون واصل الكارنيه بتاعه ويستلم منه البنج. دي اول نقطه وصلنا لها. طيب الكلام يبقى مع النقابات الفرعيه. اللي مش ما عندوش عياده، شغال في عياده ثانيه، يجيب رقم تسجيل العياده او المستوصف اللي فيه. يعني انا قلت لهم انا اللي يهمني ان البنج يوصل للناس اللي بتستخدمه، مش يوصل للبيع، ما ان الناس ما تاخدوش تبيعه. يعني لو حد حتى بيلف على كذا مكان بيشتغل فيه وما عندوش رقم تسجيل، قلت حتى ان قبل ان شاء الله حتى تحط ارقام التسجيل بتاعت عياداته الشخصيه ليها، لان هم اللي طالبين هذا الامر، هم بيراجعوا هذا الكلام. انا باخد كشوفات من النقابات الفرعيه ببعتها لهيئه الدواء عشان يتاكدوا، وبيعملوا شيشني ساعات ويعملوا اتصالات بالتليفون، ويمكن ناس منكم وصلهم تليفونات بيتاكدوا ان هم فعلا استلموا البنج. فمفيش حد يحتاج انه يروح لصيدليه. طيب الموضوع ده مش هيغطي كل المحافظات، لان الشركه المصريه ملهاش صيدليات في كافه المحافظات. فقلنا لهم طيب خلاص احنا نوزع عن طريق النقابات الفرعيه، تستلم البنج شركه المهن الطبيه للانتاج والتسويق. الشركه دي بيمتلك اتحاد المهن الطبيه 40% من اسهمها، وبالتالي هو يستلم البنج، يتم الافراج عن كميات، يتم توزيعها الى النقابات الفرعيه اللي ما فيهاش صيدليات. احيانا بيتبقى بعض البنج بنوزعه على نقابات تانية عندها صيدليات بس مساحتها الجغرافيه كبيره. يعني مثلا جالنا شكاوي من كفر الشيخ، ان الناس من دسوق على ما بتروح كفر الشيخ عشان تاخد البنج بيكون البنج خلص، وبيسافروا مسافه طويله جدا، او حتى لو هيبعتوا حد او هيروحوا بنفسهم. فبدل ندي مثلا شويه لكفر الشيخ، شويه للشرقيه، شويه لهنا، هنا بيبقى بهذا الشكل. طبعا نقل البنج والحاجات دي كلها، يعني طبعا في تعاون كبير جدا من النقابات الفرعيه. النقبه نفسهم ساعات بيجوا بنفسهم ياخدوا يستلموا البنج، ساعات بيجوا بعربياتهم الخاصه، ساعات بيشحنوا على حسابهم. يعني المهم ان هو يوصل للناس بسعره الرسمي فقط. لو زاد عليه 5 جنيه 10 جنيه بس حتى سعر الشحن ما فيش مشكله، لكن ما يبقاش 1000 و1500. اللي حصل اول اسبوعين كنا ماشيين زي الفل، وما كانش فيه اي شكاوي، وما كانش فيه سوق سودا خالص، اختفت تماما اول اسبوعين. للاسف بعد كده، بعد ما الناس اتطمنت وبقى يبقى معاها بنك، بقى في ناس للاسف من بعض الاطباء بقوا يبيعوا البنك. يعني واحد بياخد علبتين، هو محتاج علبه، يروح بايع العلبه الثانيه، يعني بياخد من دم، بيمص دم زبايله بصراحه. يعني كان شيء مؤسف جدا حصل، وكلكم شفتوا هذا الكلام، وشفتوا اعلانات كتير جدا نازله على الفيسبوك، واحنا في ناس تتبعناها ومنعناها تماما من انها تاخد بنج، لان هم اثبتنا رسميا ان هم بياخدوا البنج، بيبيعوا البنج. فاللي احنا عملناه هو مجرد نوع من انواع التنظيم فقط لا غير. والجزء اللي هو مش عن طريق صيدليات، هو عن طريق شركه الاتحاد المهن الطبيه مساهم فيها، اللي هو بيدفع المعاشات وبيدفع الاعانات والمشروع العلاج والحاجات دي كلها اللي احنا تابعين كلنا ليه. ده حاجه. طيب هل ده كان الحل النهائي؟ لا، ده حل مؤقت. ليه حل مؤقت؟ لان احنا بنعمل ابلكيشن، احنا اصلا بنعمل ابلكيشن للنقابه عشان موضوع ترخيص الطب العيادات بعد كده يبقى عليها، وعشان الدفع الالكتروني حاجه زي كده. فجزء من الابلكيشن ده بنعمله عشان موضوع توزيع البنك. فبالابلكيشن دي ان شاء الله هتبقى جاهزه وبتشتغل في شهر ديسمبر باذن الله، هتبقى اول ديسمبر. اي تاخير هقول لكم سوا دلوقتي. الابلكيشن جاهزه من ناحيتنا. طيب الابلكيشن هتبقى عامله ازاي؟ بيدخل كل دكتور او طالب، لان دلوقتي الطلب، عشان انا لقيتهم بيشتروا الكربوله ب 30 جنيه ب 35 جنيه، فبدات اتصل بالجامعات الخاصه
واقول لهم اطلبوا مننا بنك، بيبعتوا لنا طلبات بنحولها للشهر الواحد، الشهر الواحد بيحول لهم طلبات للبنك عشان الطلبه، لان حرام واحد يدفع 30 جنيه و35 جنيه في كربون الواحده، ده افتراء. فالابلكيشن بيدخل عليها الطبيب او الطالب، ده بيسجل بياناته كطبيب ومربوط بالسيستم عندنا، فبيتشاف ان هو طبيب ومسدل الاشتراكات، ولو مسجل عياده بيحط العياده بعدد الكراسي بتاعتها، لو مش مسجل برضو ما فيش مشكله هياخد، بس بليمت مختلف عن اللي مسجل وعنده عدد كراسي معين. الطالب بيسجل وبناخد بياناتهم من الجامعه او بيرفع الكارنيه بتاعه، وبرضو ليه ليمت معين يطلبه، مثلا علبه كل شهرين او حاجه زي كده. ولما بيعمل الطلب، الطلب بيطلع من الابلكيشن على الشركه المصريه، بيبقى في اوردر عندهم كده ان في مثلا 10 علب هنا 15 علب هنا ايا مكان في حسب المحافظه، وبيطلع الاوردر بعد كده من الابلكيشن الى شركه شحن. شركه الشحن بتروح تستلم البنك، ولما بتستلم البنك بتبعت تراكنج نمبر للطبيب انه تم استلام الشحنه بتاعتك، والشحنه بتاعتك في الطريق هتوصل يوم كذا الساعه كذا ايا مكان، وتوصلك على البيت او العياده. يبقى كده ايه الهدف من الابلكيشن؟ اولا احنا وفرنا عليك موضوع انك انت تروح للصيدليه او تبعت حد للصيدليه، والموضوع النقابه والبونات والكلام ده كله، يبقى ده ريح الموضوع. طيب ان شاء الله تشتغل اول شهر، اول ديسمبر، ممكن باذن الله تشتغل اول ديسمبر. طب ايه اللي ممكن ياخرها اسبوع او اسبوعين؟ الشركة المصرية النظام بتاعها اللي احنا بنربط بيه، اللي هو النظام الالكتروني اللي احنا هنربط عليه، اللي مصممه احد اجهزة الدولة، فلو احنا ربطنا معاهم كده مباشر هيبقى على كلاود. هنا في ناحية تأمين، دي مش بإيدنا. لو وافقوا ان احنا نربط على كلاود يبقى ان شاء الله اول الشهر نشتغل، لو ما وافقوش يبقى لازم يعملوا على سيرفر من السيرفرات اللي في النقابة، اما نجيب سيرفر او بنربط على جزء من سيرفر الاتحاد علشان ما يبقى مؤمن، ما يبقاش فيه القلق اللي هم متخوفين منه، الناحية الأمنية المتخوفين منها. فإن شاء الله الأبليكيشن هتشتغل على هذا الأمر. طيب إيه ميس الأبليكيشن؟ ميس الأبليكيشن اللي أنا أتمنى إنه حتى لما الأزمة تتحل ويبقى فيه وفرة في البنج و و و الناس، أنا أتمنى إن الناس تفضل تشتري منها بس. ليه تشتري منها؟ لان الازمه البنج دي متتكرر من 2012، كل كام سنه تحصل الازمه. المره دي احنا قلنا احنا عايزين نحط لها حل نهائي. حل نهائي بمعنى ايه؟ ان لازم الدوله كل اجهزتها شايفه حجم الاستهلاك الفعلي قد ايه، علشان ما تحصلش زي كل مره يقول لك لا هم احنا عندنا احتياز استراتيجي، وفي الاخر يلاقوا ان هو السوق اكبر من اللي هم بيتكلموا فيه. طيب يبقى ايه الميزه في الابلكيشن؟ عشان كده بقول لازم يبقى فيها استمراريه في الطلب من عليها، بلاش تطلبوا من حته ثانيه حتى لو توفرت في السوق وجالكوا لحد عندكم. السبب الآتي، إنه إحنا بنفتح شباك لهيئة الدواء بيشوفوا بيانات محددة. إيه البيانات المحددة دي؟ بيشوفوا حجم الاستهلاك، بمعنى إنه هيشوفوا إنه في شهر نوفمبر في بيطلب في مصر 80,000 علبة، في شهر ديسمبر بيطلب 70,000 علبة أو 100,000 علبة حسب كل شهر. مش كده بس، ده احنا هنبقى شايفين محافظة محافظة، محافظة القاهرة بنحتاج لها 30,000، ومحافظة كذا بنحتاج لها قد كده، بحيث ان هو يبقى عندهم الفوركاست بتاع السنة، بحيث كل السنة اللي بعدها هم شايفين ان شهر ديسمبر خلي بالكوا احنا محتاجين 80، لو المصنع ده اتعطل او الاستيراد هيتعطل من هنا لازم يتعوض من ناحية تانية، بحيث يبقى في تجهيز كامل، شايفين قدامهم الخريطة بتاعت الاستهلاك السنوي بالشهر، علشان يبقوا عاملين حسابهم من قبلها بشهور ان هم محضرين نفسهم بالكميات اللي محتاجينها. الحاجه الثانيه ان احنا الناس، في ناس كانت بتقول لنا ما ترجعوا الجمعيه الاستهلاكيه اللي كانت موجوده زمان، يعني احنا بنتكلم في حاجه عف عليها الزمن وخسرت وفلست، وما فيش حد هيجي من انحاء القاهره او من انحاء الجمهوريه لغايه النقابه في القصر العيني عشان يشتري مستلزمات، كلكم دلوقتي قاعدين بتطلبوا بالتليفون الحاجه بتجي لكم لحد عندكم. الابلكيشن دي مش هتبقى للبنج بس، ممكن تبقى للمستلزمات، هيبقى حتى اسمها المستلزمات، ممكن ده يبقى الاونلاين ستور بتاع النقابه، ان هو ممكن نحط مع البنج، ممكن نحط نيدلز، ممكن تحصل ازمه في الجوتابرش نبدا ندخل الجوتابرش معانا، نبدا ندخل كذا، نبدا ندخل كذا، بحيث ان هو ممكن يبقى اونلاين ستور متوفر عليه الحاجات اللي هي بتضمن انك واخد اقل سعر في السوق، بتوصلك الحاجه لحد عندك، بتدفعها بالسعر الرسمي وبتدفع عليها بس مصاريف الشحن زي ما بتشتري من امازون من جوميا من اي حاجه زي كده، اوفر لك انك انت تنزل بنفسك تروح حتى المشوار، فبيجي لك مجرد مضاف عليها سعر الشحن. هتفتح الابلكيشن هتلاقيها عليها انواع البنج الموجوده كلها المتاحه، بتختار منها النوع اللي انت عايزه، علبه من ده علبتين من ده وهكذا، وبتدفعها بالفيزا بتاعتك، بفيزا اي حد تاني مش لازم الفيزا الشخصيه بتاعتك، تدفعها بفوري باي طريقه من طرق الدفع الالكتروني، وبتوصلك الحاجه لحد عندك خالصه بالشحن بكل حاجه، بيبقى عندك حتى كوتيشن السعر او بتاع الشحن بيبقى طالع لك في الابلكيشن وانت بتدفع، زي ما بتشتري من امازون زي ما بتشتري من حاجه تانية. في ناس
تخوفت وقالت انت كده بتسلمونا للضرائب. الضرائب ايه علاقتها بالموضوع؟ الضرائب مش هتشوف حاجه من دي خالص، ملهاش اي علاقه. مفيش حد بيعرف الدكتور ده بالذات طلب ايه غير النقابه نفسها كابلكيشن. واحنا مش هنسلم الداتا بتاعت الناس، يعني احنا لا الشركه المصريه هتبقى عارفه مين الدكاتره اللي بتشتريهم، بالنسبه لهم طلع اوردر بخمس علب. شركه الشحن هتاخدهم هتسلمهم للدكتور ده من خلال الابلكيشن اللي عندنا احنا، مش موجوده عند حد تاني. محدش هيشوف استهلاكاتكم ولا حاجه زي كده. الضرائب مش هتتفعل عليكم ولا تعرف حاجه الا لما تدخلوا بقى في الفاتوره الالكترونيه والوصل الالكتروني ده في خلال اسابيع او شهور يعني يمكن. لكن احنا مش بنسلم حاجه ليهم، فما فيش موضوع الضرائب الناس متخوفه منه ده. احنا الضرائب جونا وقعدوا معانا وطلبوا مننا الداتا بتاعت الدكاتره ورفضنا نديها لهم، وقالوا لنا ده لا ده بالقانون لازم تدوها لنا، وطلعوا لنا قانون. قلت لهم القانون بيقول انه التراخيص الجهه المرخصه اللي بترخص هي اللي تدي الداتا، لكن مش احنا مش بنرخص حد، احنا بنسجل فقط. فدي احنا مالناش علاقه بالموضوع ده خالص. انا مش عايز التخوف اللي حاصل عند الناس من موضوع الضرائب ده. ان شاء الله زي ما عدتكم باذن الله الابلكيشن تبقى جاهزه في شهر ديسمبر، سواء في اول الشهر او غيره. لكن زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي الموضوع كله موضوع تنظيمي فقط لفتره مؤقته لغايه ما تطبق الابلكيشن باذن الله، وان شاء الله تلاقوها في السوق كبدايه بالبنج، ممكن نيدلز، ممكن يبقى بعد كده اونلاين ستور زي ما بلغتوا. وشكرا لكم.